هنا أيضا بالحجايج، هنا أيضا القعدان في هذه الأمسية. بسم الله وعلى بركة الله تمت هذه الانطلاقة الجميلة والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذا الأداء الجميل. هناك سيارة نيسان بترول استيشن للفائز بالمركز الأول وجوائز نقدية قيمة لبقية الفائزين على أرضية هذا الميدان. نسير بكم في هذا الانطلاق، نسير مع هذه التحديات، مع هذا الأداء المميز الجميل لمسافة 3 كيلومترات. نتابع هنا الصدارة، نتابع المقدمة، نتابع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. والمنطلق غازي على الصدارة، غازي على المقدمة وعلى المركز الأول. هو الصدارة هنا لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني مع المدهش سالم بن عامر المدهوشي الذي أدهشنا وأمتعنا في هذه الأمسية الجميلة، أيضا بانتزاعه شوطين رئيسيين أيضا مميزين من أيضا هذه الأشواط الجميلة مع هجن الغرافة. المركز الثاني يأتي الحنيش لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني وراشد بن حمد المدهوشي في التضمير. وهنا يأتي رجوان لسعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود عبد الرحمن الثاني على المركز الثالث وإلى المركز الثاني، بينما المركز الرابع، المركز الرابع والوصول من منذر لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمع بن عتيج الرميثي في تضمير على المركز الرابع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس هناك أيضا التسللات الجميلة، ويأتي عون من الجانب الآخر لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز آل ثاني وحمد بن محمد بن دهن في تضمير. ولكن هنا الصدارة، هنا غازي، غازي غازي صدارة، غازي المقدمة، غازي المركز الأول مع هجن الغرافة وشعارهن المميز. هو غازي لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني مع المدهش سالم بن عامر المدهوشي في المتابعة على الصدارة وعلى المقدمة. الفايز قادم من هجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فوران المري من يأتينا على المركز الثاني. وفي المركز الثالث، المركز الثالث والوصول في هذه اللحظات، هنا أيضا شعار الغرافة قادم مع شاهين لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مع سعيد بن راشد الزعبي على المركز الثالث. ثلاثية جميلة. المركز الرابع، المركز الرابع والقادم هنا أحلى في هذه اللحظات، كفو من هجن الشحانية جابر بن سالم بفاران المري أيضا يضمره. هناك الوصول من منذر لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الهيان يمع بن عتيق الرميسي في التضمير. ولكن هنا غازي على الصدارة، غازي على المقدمة وشاهين القادم. الله الله، شعار هجن الغرافة على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور. ما شاء الله، منذر وشاهين، شاهين ومنذر، شاهين يغير على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. شاهين وغازي، ولكن شاهين هو الأقرب للفوز، يتسلل إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول. تهانينا لداعم هذا الشعار للمرة الثالثة لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم آل ثاني. تهانينا لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني. تهانينا للمرة الثالثة لأهالي الغرافة. سلام للغرافة، سلام سلام، وهترك مساعي جميل على هذا الأداء المميز الجميل. وتهانينا لسعيد بن راشد الزعبي المركز الثاني. وصل غازي ايضا لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني مع سالم بن عامر المدهوشي. منذر لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الهيا مع بن عتيق الرميدي في التضمير. هناك ايضا شعار سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم محمد بن قميص الغويص من وصل ايضا على المركز. هناك ايضا هناك عنيد. اما المركز الخامس فكان من نصيب الفايز لهجن الشحانيه مع جابر بن سالم بن فاران المري. نعود مع
مشاهدينا الكرام بالتهنية لشعار أهالي الغرافة وهجن الغرافة في هذا المساء الجميل الذي أبدعا بهذه الانطلاقات. تهانينا لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم آل ثاني، أولا الداعم الرسمي لهذا الشعار ناموس أبو عبد الله على هذا الأداء الجميل. تهانينا وناموس لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني ولسعيد بن راشد الزعبي، ولك التهنية يا أبو عبد الله على هذا الفوز الجميل. سلام للغرافة، سلام. والتوقيت الزمني 4:25 وثلاثة من الأجزاء من الثانية. هناك أيضا وصل غازي على المركز الثالث لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني مع سالم بن عامر المدهوشي، قاطع المسافة في فترة زمنية مقدارها هنا 4:27. ثمانية من الأجزاء من الثانية منذ أتانا على المركز الثالث لحفيد قلب الأمة سمو الشيخ زايد بن حمزان بن زايد آل نهيان مع يمعة بن عتيق الرميثي. 7:30، سبعة من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني. تهانينا وناموس، تهانينا لجميع الفائزين.